السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد، روتيني في غسيل الملابس البيضة. سألوني كتير ازاي بتغسلي الملابس البيضة وتكون منورة ما فيهاش اي ريحة، بالذات دلوقتي في الجو ده ريحة العرق، فبستخدم حاجات كويسة جدا بتخلي ريحة الغسيل حلوة وفي نفس الوقت بيضة ومنورة بدون إضافة كلور وزهرة والحاجات التقليدية. دلوقتي أنا هنا معايا الهدوم البيضة، هنا باسكت الغسيل، هنا معايا عندي هنا الغسالة، هقول لكم على الطريقة اللي أنا بستخدمها في تنظيف الملابس البيضة. أول حاجة معايا هنا المسحوق، طبعا مسحوق أوتوماتيك، بس بحط غطا واحد من اريال العادي، ما بيعملش أي حاجة خالص في الغسالة، بستخدمه بقالي كتير. خلاص، تاني حاجة معايا هنا بيكربونات الصودا او الكربونات، اهو زي ما انتم شايفين انا هنا عندي بطرمونة مخلياها للغسيل. هنا معايا فانش، انا عندي هنا فانش السائل، يا اما لو عندك فانش اللي هو البودر برضو ما فيش اي مشكلة، بس دي الحاجات اللي انا بستخدمها، وهوريكم برضو طريقتي ازاي في تنظيف الهدوم البيضة، وهتشوفوها ان شاء الله وانا بنشرها منورة ونظيفة جدا جدا جدا. اول حاجة هنا هبدأ، زي ما انتم شايفين انا هبتدي ان انا هطبق الغسيل بتاعي وهفرده بالطريقة دي كده، وهحطه جوه حلة الغسالة بالشكل ده كده، مش هحطه مكلكع او بالطريقة دي مثلا كده، لأ، او بحب افكه من بعضه. خلاص اهو، انا حبيت ان انا اوريها لكم هو قبل ما يتغسل عشان تشوفوا النتيجة ان شاء الله بعد ما يتغسل هيبقى ابيض ومنور ازاي. اهو بحطه بالطريقة دي كده. خلاص انا هكمل الباقي وهرجع لكم تاني. هنا حبيت اوريكم هنا في تيشيرت بتاع بنتي اهو، او فيست، بصوا عامل ازاي، بصوا اللون بتاعه اهو، هنا اهو هو ابيض عليه كاتشب، بصوا متوسخ ازاي، ان شاء الله تشوفوه لما يخرج، كل الحاجات دي هتخرج كانه جديد. طبعا الهدوم البيضاء بيبان. هبدا هنا معاكم اول خطوه ان انا احط المسحوق اهو، اي نوع من الاريال، اي نوع اريال اوتوماتيك يعني بونكس تايد، هو اللي معايا ده دلوقتي تايد، وحاطه يعني غطا صغير من انا دلوقتي المتواجد عندي اللي هو الفانش اللي هو الجل، لو عندك البودر مفيش مشكله. انا هحط برضو شويه ميه في الحبه اللي فاضلين دول وهحطهم هنا، مش هيجرى اي حاجه، مش هتحصل اي حاجه خالص في الغساله. خلاص كده، كنت عايزه اضيف لكم حاجه، انا بضيف المطهر او الديتول، بحطه في درج اللي هو بتاع الشطف، خلاص لتعقيم الهدوم ايا كانت، هدوم بيضه او هدوم الوان، انا بحب احط الديتول. لو ما عندكيش ديتول ممكن تقدري تستبدليه بالخل، برضو الخل ده احسن معقم، حاجه كويسه برضو جدا، غطا من ده من الخل او من الديتول، يعني يا ده يا ده، ما عندكيش ده ممكن تحطي خل. خلاص انا بستخدم المطهر اللي هو الديتول، لو مش موجود بستخدم الخل لتطهير الملابس، طبعا لراحة العرق، وبطهر الملابس من اي حاجة، طبعا انا بستخدمه على طول بالطريقة دي. يا رب ان شاء الله تعجبكم. انتوا شايفين انا قفلت الدرج وحطيت المسحوق وحطيت فانش جل وحطيت البيكربونات الصودا، دلوقتي هبتدي اشغل عليها البرنامج بتاعها اهو. خلاص زي ما انتم شايفين انا هنا خلاص شغلت على الغسالة، هو هنا زي ما انتم شايفين هنا عدى وقت على تشغيل الغسالة نص ساعة. حطيت ايدي هنا كده على الازاز، الازاز سخن جدا اهو زي ما انتم شايفين. خلاص هاجي هنا اهو بقى زرار بتاع التشغيل، هوقفها، هي خلاص هنا الغسالة وقفتها، هعمل ايه بقى؟
هنا هعمل عملية نقع، هنا هنقعها شوية في المية السخنة، خلاص هنقعها لمدة نص ساعة، وبعدين هرجع من زرار التشغيل ده هشغلها تاني. خلاص هسيبها نص ساعة الغسيل منقوع في المية السخنة، وبعدين هشغلها. عدى على الوقت اكتر من نص ساعة وانا سايباها منقوعة هنا اهو في المية السخنة. خلاص هشغل عليها تاني عشان تكمل دورة الغسيل. اهو هنا بدأت تشتغل، هتكمل طبعا دورة الغسيل المعتادة، وإن شاء الله أول لما تشطف وتعصر بإذن الله هوريكو الهدوم بقت نظيفة. وبعد الغسالة ما خلصت غسيل زي ما انتوا شايفين، طبعا أنا زي ما قلت لكم إن أنا سبتها تغسل لمدة نص ساعة، وبعدين عملت عملية نقع، وقفت هنا من زرار التشغيل ده، وقفتها لمدة نص ساعة هنا، وكانت المية السخنة في الحلة، نقعت الغسيل لمدة نص ساعة، عملت له عملية نقع عشان ينضف معايا. وبعدين كملت الدورة المعتادة بتاعة الغسالة. الغسالة خلاص دلوقتي هنا أقدر أفتح الباب، خلصت خلاص غسيل زي ما انتوا شايفين اهو. انا هفتح الباب معاكم. الفيستي بتاع بنتي اهو اللي وريته قبل، اللي وريتها لكم قبل ما يخش الغسالة، كان هنا في بقعة كاتشب، وكان في بقعة كتير اهو زي ما انتوا شايفين. البقعة هنا راحت ومفيش اي حاجة خالص، نضف وبقي ابيض ومنور وبقي زي الفل. دلوقتي انا هشيل باقي الغسيل من الغسالة وهنشره، وهتشوفوا شكله منور ازاي. خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين انا هنا نشرت الغسيل اهو، اول مره اصور لكم البلكونه، بس حبيت ان انا اوريكم الغسيل بعد ما نشرته. بصوا ازاي اهو من النهار، لسه نشراه دلوقتي اهو بالشكل اهو. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. انا على طول بعملها بدون كلور ولا اي حاجه خالص، ابيض ومنور وزي الفل اهو. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.